الإعجاز العددي أو الإعجاز الرقمي يعني انتشر قبل هذه الفترة الأخيرة، انتشر وراج ثم بدأ نجمه في الأفول بحمد الله تعالى. هذه من المواضع التي تعجل فيها بعض الناس للأسف الشديد، ولم يتريث فيها ويعمل فيها الملكات أو المنهج العلمي الصحيح. هناك نعم مواضع صحيحة وهي جديرة بالوقوف عندها، لكن الذي رأيته أنا أن هناك توسعاً كبيراً، وهذا التوسع فيما يعرف بالإعجاز العددي أو الإعجاز الرقمي ما كان دقيقاً. يعني جربت وفحصت جملة مما كانوا يقولونه فوجدت أن الذي يعني يقولونه غير صحيح، ما يدعونه غير صحيح. كثير من ما ادعوا أنه حقائق وأنه من إعجاز القرآن الكريم هو غير صحيح، ولذلك حذرت أنا من يعني ولا كررت هذا التحذير في عدة مناسبات من أن نقحم أنفسنا في شيء لم يثبت، ونحاول أن نطوع أيضاً ما نريد أن نصل إليه أن نطوع على وفقه آيات القرآن العظيم. هذا من الأخطاء، حتى ما يقال عن العدد 19 تحديداً هذا يعني خطأه أكثر من صوابه، خطأه أكثر من صوابه. حتى من حاول أن يضفي صبغة قرآنية على هذا الموضوع فبالفحص والتجريب أنا توصلت إلى أن هناك الكثير من الأخطاء، ولا داعي لذكر أسماء المؤلفين نحسن فيهم الظن. هناك يعني في القرن السابق من حاول، القرن الميلادي السابق، لكنه يعني كان لأغراض غير شرعية، لكن في واقعنا المعاصر نحسن الظن بمن حاول أن يكتب، لكن نقول بأنهم تعجلوا وأنهم ما أعملوا القواعد العلمية الصحيحة. ولذلك أنا أوصي بالحذر والتريث في التعامل مع ما يعرف بالإعجاز العددي أو الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم والإعجاز العلمي عموما، هذا إذا صحت أيضا التسمية. يعني هناك حقائق علمية، لكن هل الإعجاز في الحقائق، في كشف الحقائق العلمية وفي كون القرآن يتحدث والله سبحانه وتعالى هو المكون لهذا الكون بما فيه، أو أن الإعجاز في هذا البيان الذي صيغت فيه هذه الحقائق العلمية، وبالتالي هل نقول عندها بأنه إعجاز علمي أو نقول بأنه إعجاز بياني يتناول حقائق علمية؟